اهلا بحضراتكم. تقريبا ما فيش مره سافرت فيها دوله عربيه او التقيت بعرب في اوروبا او امريكا على الاماكن اللي انا بروحها يعني، الا وبتلاقي دايما كده سؤال مباشر وصريح، ربما لاني ارتبط شخصي المتواضع بان كنت احد اثنين بيقودوا او يعني جزء من فريق بيقودوا الاعلامي الكبير عميد الاعلاميين العرب الاستاذ عماد الدين اديب، الا ويسالوني ازاي استاذ عماد؟ ايه اخبار استاذ عماد؟ قيمه استاذ عماد بره مصر، طبعا هو قيمته جوه مصر كبيره، انما كمان بره مصر كبيره جدا بين المثقفين، بين الناس العاديه، بين صناع القرار، وحط تحت صناع القرار دي 10 15 خط. كل بقول لحضراتكم ده مفيش اي مبالغه. هحكي موقف في واحده من او احد الفنادق يعني، كنت ماشي كده وبعدين لقيت حد بينادي عليا يا استاذ يا استاذ. فالمهم رحت فلقيت وزير دوله عربيه محترمه كده وهو بيقول لي انا عارفك انا بشوفك انت كنت تطلع مع الاستاذ عماد الدين اديب. فقلت له ايه يا فندم انا اسمي كذا وكذا وكذا. كانت الفتره دي كان الاستاذ عماد اختفى وكانت حصل كده ظاهره بيسميها الاستاذ عماد ظاهره النشطاء الاعلاميين، النشطاء الاعلاميين اللي هو كل واحد يطلع زعيم بقى، زعيم ثوره كده قاعد عامل ثوره صغيره وبيقودها. فانت رحتوا فين؟ ابتدى يتكلم بقى يعني بمنطق ان الاعلام المصري ما ينفعش يتراجع، انتوا دوركم مهم جدا، احنا كنا بنحارب بيكم الفرنكفونيه، يعني كنا بنحارب بامثال الاستاذ عماد الدين اديب الفرنكفونيه، يعني ايه؟ يا اعلامي يا فلان الفلاني اتعلم هكذا يكون الاعلام، اتعلم مننا امتى تكون صارم جدا، امتى تكون حاسم جدا، حتى وانت بتعمل حوار مع نتنياهو، بتعمل حوار مع الد اعداء العرب، ازاي؟ تحرجه، تاخد منه اقتباسات تقدر تسافر بيها وتقول شوف ده بيقول ايه علينا. واحيانا تبقى مرح جدا وتضحك وتهزر وعايز تخلي الابتسامه تخرج من افواه المشاهدين. الاعلام صنعه، وانا لازم اقول لحضراتكم الناس كتيره قوي بتقعد على الكرسي اللي انا قاعد عليه ده وما بيسيبوش بصمه يعني، لكن ان حد يوصل لمرحله ان يسال عنه حين يغيب وناس تبتسم او حتى تختلف حينما يظهر، يبقى معناها انه هذا الشخص ترك بصمه، اختلف او اتفق، لكن في النهايه لا شك انه عميد الاعلاميين العرب الاستاذ عماد الدين اديب اسم مهم جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضراتكم اسهامه في الاعلام لا يقل عن اسهامه في مجال السياسه عند ذوي الالباب. ولو كان ساسه كبار يعني سمعوا النصايح وقرأوا المشهد زي ما كان استاذ عماد الدين اديب بيقراه انذاك، كان ممكن نتجنب على الاقل في بلد زي مصر حاجات كتير قوي 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 وقعنا فيها، مطبات كبيره قوي 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 عميقه، لا مش كبيره، مطبات عميقه قوي 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 ما كان ينبغي ان تحدث. ليا معه ذكريات كتيره بالذات في الفتره 2011 لغايه 2013، شفت كيف يستشار، عرفت كان بيقول ايه، وبعد ما الدنيا بتبوظ كانوا يقولوا له يا ريتنا كنا سمعنا كلامك. انا النهارده سعيد جدا جدا ان يكون معي احد اولئك الذين تعلمت منهم الكثير، الاستاذ عماد الدين اديب. نورنا يا فندم. دكتور معتز اهلا بحضرتك ومشاهدينك، وحضرتك اديتنا اكتر من حقي وشكرا ليك. لا على الاطلاق، انا بس هبدا كده باني اقول لحضرتك مين اللي بيتفرج علينا دلوقتي. في ناس فرحانه جدا، في ناس مؤمنه برئيس السيسي بشخصه او بدوره، في ناس متشككه ربما لاسباب تتعلق بانه جيبه اتلسع في حاجه الفلوس والغلاء والبطاله والى اخره، او ربما بيشاهد بيتعرض لقنوات اخرى لصحف اخرى لكلام سيار للفيسبوك وتويتر لا يتوقف عن الشائعات وعن التلميحات والى اخره. فبين هذين الفئتين من الناس الواحد بيبقى نفسه في كلام عاقل، كلام كده لا هو مايل قوي كده ولا هو مايل قوي، الصوره بالوانها الحقيقيه الاحمر احمر والاخضر اخضر والغلط غلط والصح صح الى اخره. ابدا بان اقول لحضرتك ايه اللي حصل صح خلال الفتره الماضيه ووصلتنا لان يكون عندنا الانتخابات بالنتيجه اللي احنا وصلنا لها النهارده. اللي حصل في هذه الانتخابات منافي للمنطق العام، انت استاذ علوم سياسيه فتعلم انه الانتخابات التنافسيه هي التي تجلب اعداد البشر الى لجان الانتخاب. صح. لكن هذه انتخابات ليست تنافسيه. حلو، يبقى احنا متفقين مش تنافسيه. يبقى كان المفروض انه كاول اثر ليها ان هو الناس ما تجيش.
نيجي نشوف النقطة التانية. انه عادة حينما يأتي احد الاثنين المرشحين ويكون له مدة سابقة فيتم تقييمه على ما تم انجازه. فالرئيس عبد الفتاح السيسي في اخر سنة ونص من مدته من اجل الاصلاح واللي هو كان لابد منه واللي قعد 70 سنة كلنا بننتظره اتخذ القرارات الشجاعة واعطانا الدواء المر الذي كان يجب ان نتجرعه. هذه الاجراءات مست جيوب الناس واصبحت الحياة صعبة بالنسبة للكثيرين منهم ان لم يكن كلها. المفروض منطقيا انه الرئيس والحكومة الاثنين او الحكم اللي بيدي قرارات اقتصادية بهذا الشكل ما يكونش له شعبية. صح. فهو اتخذ قرارات بينفقها من حساب رصيده او من رصيد حسابه اللي هو الشعبوي. بينما كان يستطيع ان هو القرارات دي يا اما ما يعملهاش المرة دي ويأجلها للمرة الجاية او ما يعملهاش خالص ويتركها للرئيس اللي بعده. فاحنا كنا متوقعين بروتست فوتينج، تصويت اعتراضي، تصويت اعتراضي او ما نروحش، او ما نروحش خلاص انت صعبت لي الحياة فانا مش رايح لك. يبقى ده تاني سبب. يبقى الاول مفيش تنافس، اتنين احنا يعني في ظل هذه الرئاسة شفنا ظروف كان ممكن يعني يأجلها بس هو ما أجلهاش، قالك هتاخد الدواء الوقت هتاخد الوقت. هذه الانتخابات تدور في زمن حرب، حرب تدور في سيناء وفي على البحرين الأبيض والأحمر وفيها حالة تعبئة. هذه الحرب تتم في ظل قانون طوارئ. هذه الانتخابات تتم في ظل قانون طوارئ. يعني الانتخابات في ظل حرب وفي ظل قانون طوارئ، ادي اربع اسباب لحد دلوقتي. خامس سبب تتم في ظل هناك فصيل داخل المجتمع، تشوفوا 500,000، تشوفوا 2 مليون، تشوفوا 3 مليون لهم متعاطفين يبلغوا كام. في ناس تعرفهم وناس ما تعرفهمش اساسا مخالفين او معارضين، بل بعضهم ممكن ان يقدم حياته من اجل فكرة ان هذا النظام غير شرعي، اللي هم جماعة الاخوان ومن يناصره. كويس. هذه الانتخابات تتم وكل العناصر بتقول الناس يعتقد لا، وبعدين حملة دعائية زي ما حضرتك قلت الزم بيتك وخناق وناس بتتكلم بحماس. تتم في ظل حملة تمويل قوية جدا تقودها دولة قطر. هذه الانتخابات تتم وسط قنوات ووسائل دعاية بتطلع من تركيا وبتطلع على كتائب الإلكترونية المجندة ل هذه الحرب الإعلامية. هذه الانتخابات تتم في ظل تخطيط لما يسمى بالجيل الرابع والخامس من الحروب التي تقوم على التشكيك. احنا بنتكلم على انه في حوالي 91 يوم كان عندك 4882 شائعة صدرت، كلها تم تجذبها او معظمها تم تجذبها من الوزارات او من الحكومة. مركز معلومات مجلس الوزراء متبني الموضوع كل شوية شغال ليس صحيحا ينفي المجلس ينفي مش هنشيل الدعم مش هنغلي الاسعار ليس صحيحا انه مش عارف ايه. كويس. طيب جت قبل الانتخابات نفسها دخلنا في حكاية ان الانتخابات 4 ايام علشان الناس تريح. صح. جت قبل الانتخابات وابتدوا يتكلموا على انه بعض اللجان مش مظبوطة، انه الناس من اول يوم ما راحتش. هذه الانتخابات تتم والاعلام الدولي يتحدث عن لجان خالية قبل ان تبدأ فتح اول لجنة وعن الاحجام. كل شيء لما تحط ده كله على بعضه يعطيك كعكة انه لا انتخابات، لا حضور، لا شعبية، ده لو راح مليون يبقى لا، لا تواجد بالظبط كده اهو. كل هذا الرهان ثبت بوسط قانون الفعل ورد الفعل الذي يتميز به الشعب المصري بكتالوجه الخاص اللي اي حد ما يقدرش يدعي انه فهمه او ممسك بطلاسمه. راح وعلى الاقل في 25 مليون راح. يعني نقدر واحنا مطمئنين نقول ان في 25 مليون. ال 25 مليون دول مش معقول كلهم راحوا خوفا من 500 جنيه او كلهم راحوا برشاوة انتخابية او كلهم بتعبئة اجهزة الدولة واجهزة الامن او كلهم راحوا خوفا من اي حاجة.
الناس دي راحت لما انك تقدر تطلع 25 مليون. بالإضافة النظام اللي يقدر يطلع 25 مليون سواء بالتخويف او بالرشوة او باي وسيلة من الوسائل او بالتعبئة او بالحشد يبقى لازم يحكم. يعني حتى لو كلامكم صح طب وشكرينهم يعني على فكرة بعقل الامريكان صحيح يعني بيقولك if you can mobilize خلاص احكم لو تعرف تعبق الناس دي فاللي يعرف يخرج 25 مليون. بالاضافة ان انا كان لي حوار مع شخصية سياسية دون ذكر اسم لا احترامها وكل حاجة قلت له انت لو وقفت في ميدان التحرير قلت يا جماعة بكرة قابلوني في نفس المكان علشان نتظاهر عشان اي موضوع وهفترض ان الشرطة لن تتدخل ولا اجهزة الامن هتقبض عليك ولا حد هيقول لك بالعكس هيدولك ترخيص هتعرف تجيب كم واحد مصر. ما هي القصة القصة دلوقتي بالاضافة ان ده بيرجعك تاني ل 30 يوليو. 30 يونيو وقف الرئيس السيسي قال انني اريد منكم ان تعطوني تفويضا لمقاومة العنف والارهاب المحتمل. قال الدعوة 26 يوليو الناس نزلت بارقام كبيرة جدا بنتكلم فوق 30 مليون صحيح. السؤال هو مش كان ممكن يطلق هذه الدعوة والناس ما تروحش طبعا في حاجة احنا كم مليونية تمت الدعوة اليها واخرهم كان 11 11 صح وما زلش حد صحيح يعني ده الاخوان قعدوهم كده بتاع 7 8 شهور ما بيعملوش حاجه الجمعه الجايه طيب هتقول لي نستخدم القمع والاستبداد والبتاع طب هو قدره الشرطه تقبض على كام يعني يوم ما يخرج اي رقم يوم ما يعدي المليون لا قبل لاي جهاز امن في البلد انه يقدر يتعامل معه ده صحيح الا بقى لو يعني استخدمت احداث المجر بتاعه الاتحاد السوفيتي القديم ان دخلت الدبابات وهرست الناس وهذا والحمد لله الحمد لله رب العالمين ليس من شيم الجيش المصري العظيم ولا شرطتنا المحترمه كانه استاذ احمد حضرتك بتقول لي ان في 10 اسباب منطقيه تخلي انه الناس ما تنزلش الانتخابات نعم ورغما عن منطقيه العشر اسباب انما الشعب المصري بمنطقه هو نزل قال لك لا انا ده حزبة تانية ليه بقى هذا الشعب يسحب من الرصيد المتراكم من فهمه للحاكم هو يعلم بالضبط بالضبط متى يكون الحاكم صادقا ومتى يكون كاذبا بفهمه كده هو الراجل ده كان ممكن يكذب علينا ويبيع لنا الهوى طب ممكن اعمل حاجه انا عايز اتمنى يعني اتمنى ان حضرتك تسمح لي ان اغوص في البحر يعني حضرتك ما تحطش عليها قيود في يوم من الايام هقول انه حضرتك طلب منك تقابل الدكتور مرسي انا ماشي انا برجع لورا شويه خطوه بس اتفضل وحضرتك رحت وقلت لنا ساعتها وانت رايح انا هكلم كان لسه في عز حكمه كان قبل 30 يونيو بكتير وحضرتك قلت لنا انا رايح اكلمه في 11 نقطه وبعدين احنا حضرتك طلعت من الاجتماع ده بسال حضرتك قلت لي هوبليس كيس ده الكلام ده مثلا يمكن او اول مارس 2013 بالظبط حاجه كده يعني بالظبط كده اي لا هوبليس كيس قلت لك ليه يا استاذ عماد قلت له انا رايح له ب 11 نقطه اول 4 نقط علاقته بجماعه الاخوان المسلمين صح يا عم انت حاكم مصر مش حاكم جماعه انت مش مندوب الجماعه ولا اخره وبقيت النقاط كلها حاجات ليها علاقه بمصر والوطن العربي ولا اخره حضرتك رحت قايل لي ايه؟ قلت له يا عم انا بقول له 1 ل 4 هو ساب اول 4 نقط وبدا بالنقطه الخامسه اللي هو كانه خلاص موضوع علاقته بالاخوان ملاش وقلت له ساعتها هوبليس كيس يعني استمراره في الحكم يتناقض مع منطق الاشياء صح ساعتها حضرتك قلت لك طب هو مين اللي هيقول يتناقض مع منطق الاشياء ولا حضرتك قلت لي اللي جابوه هيمشوه حضرتك كنت حاسس قد ايه الراجل ده مش حريص على البلد مش كده يعني الشعب كان حس قد كده الراجل ده مش حريص على البلد والناس النهارده حاسه ان اللي موجود ده حريص على البلد في حس كده وطني عندنا انا دايما بيبقى عندي حساسيه شديده ان اتكلم عن حد هو مش مطلق الصراحه نعم انا عارف علشان يقدر ان هو يدافع عن نفسه احب ان انا لما اتكلم عن حد يقدر يرد علي لكن بعتقد من وجهة نظره أنه كان يعتقد أن هذا هو الأفضل لمصر يعني هو رجل عقيدي يؤمن بالجماعة يعتقد أن جماعة الإخوان هي الحل وأن الإسلام هو الحل وأنه الإخوان وهذا السؤال هو اللي سألته لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البر اللي هو مفتي الجماعة سألته سؤال قلت له
فضيلتك، هل تعتقد أنه أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين؟ فبدون تردد الرجل رد علي وقال لي نحن جماعة المسلمين. لمن يعني بيحتاج تفسير، لما بتقول جماعة المسلمين الفرق بين دي جماعة والجماعة هي أنه لما بتكون الجماعة يعني أنت تختصر كل الإسلام في هذه الجماعة، لكن لو أنت بتواضع شفت أنك جماعة من المسلمين يعني الدكتور معتز اللي مش عضو في الجماعة وأنا اللي مش عضو في الجماعة كلنا برضو مسلمين، لكن هو اختصر الجماعة، وهذا خطر لأنه هنا بيبقى تفكيره إقصائي انعزالي، بيفكر بأنه هو وحده الذي يمتلك احتكار السلطة واحتكار القوة واحتكار الإسلام واحتكار الشرعية في الحكم باسم ربنا. من هنا هذا هو كان الخلل. فبعتقد أنه الدكتور مرسي يعني كان بيفكر بأنه عن إيمان أنه هذه الجماعة هي الحل، وأنه هذه الجماعة اللي هي أبناء وأحفاد وتلامذة حسن البنا ثم التيار القطبي بتاع سيد قطب الأستاذ سيد قطب رحمه الله، إنهم في النهاية هم الذين يملكون ناصية الصواب، وإنه إصلاح مصر يأتي بهذا الطريق، وإن إحنا قاعدين لمدة 800 سنة نقيم دولة الأندلس الجديدة في مصر ودولة الخلافة التي سوف تنشر الإسلام وتصل من بدء نواة الجماعة إلى أعلى مرحلة في تفكير الأستاذ حسن البنا وهو الأستاذية، إنك تعلم الكون والبشرية الأستاذية، دي مرحلة تتعدى الخلافة. فهم كانوا يؤمنون بذلك. فبالتالي الناس عندهم يا إخوان يا مش إخوان، يعني أنت ممكن تكون مسلم سني حتى لو سلفي، يعني حتى بتؤمن بالسلف الصالح، بس مدام أنك مش من الإخوان مش داخل في السكت ده في هذه الحلقة الضيقة في هذه الجماعة فأنت مش تبعهم مش معهم، ودي بتبقى مشكلة الجماعات المغلقة على نفسها. يعني ده الخلل اللي بيكون في التركيب الإداري أو في الهيكل. بينما كنت أتمنى لجماعة الإخوان، كنت أتمنى إن هي تقدر إن هي تطور نفسها. يعني ما هو الفارق الجوهري ما بين مرشد جماعة الإخوان في مصر وما بين الدكتور الغنوشي في تونس؟ في تونس ده انفتح أولا الغنوشي، أولا الثقافة الفرنكفونية لأنه تونسي فمنفتح على لغة أخرى. هناك فارق بين لما تكون بتقرأ الصحف اليومية السيارة في مصر وما بين لما بتقرأ الموند والفيجارو والبوان، وعاش في فرنسا وعاش في فرنسا وعاش الديمقراطية. أنا جاي لك بقى في التانية أنه عاش بقى فترة فبقى أنجلو ساكسون يعني فرنكوفوني، وأنجلو ساكسون لما عاش في لندن منفيا لمدة هذه السنوات، شارك في ندوات كثيرة مؤتمرات كثيرة، فهم وخبر الحياة ويعني شاب شعره وهو بيشوف التجارب الناجحة والفاشلة. فهو نصح جماعة الإخوان حينما زارهم أنه لا تدخلوا الانتخابات الآن، ركزوا على بناء هيكلكم وافصلوا ما بين الجمعية الدعوية وما بين الحزب، خلاص تحولوا إلى حزب. لكن الإخوان مالتي فاسد، عملوا عنده كذا وجه كذا دور في نفس الشكل الدعوي. الجمعيات اللي بتعمل خيرية، خيرية 1200 جمعية، وهي دي كان زراعهم الاجتماعي صح، اللي بينفذوا بيه داخل المجتمع وبيتحركوا، وأسر في الجامعات وعلى فكرة ده مش عيب ان هو يكون، يعني انا ما بشوفهاش مؤامرة اذا بتقدر تعمل عمل خيري كويس، بس في النهاية انت عايز توجهه لفين؟ انت عايز توجهه لخدمة الناس ولا عايز انك انت تستلب عقول الناس من خلال مساعدتهم وتدخلهم في تيار معين؟ وعندهم الحزب السياسي اللي هم الحرية والعدالة، الحرية والعدالة، وبعدين عندهم التنظيم الدولي، وبعدين ظهر ان عندهم جماعات مسلحة. يعني نحن حتى الآن ده مشكلة أروح. حتى الآن لم نسمع تصريحا واضحا اللي هو موقف جماعة الإخوان من حركة حسم. في ثلاث أسئلة، هل يتبعون جماعة الإخوان؟ ما رأي الجماعة
في أفكارهم وأفعالهم. ثلاثة، ما رأي وفتوى الجماعة في ألف وب قتل رجال الشرطة وقتل رجال الجيش المصري وإيذاء وقتل المدنيين الذين يعني مثلا ما حدث في مسجد الروضة ده ايه وبالذات القطبيين، يعني ده ايه؟ القطبيين شايفين ده عندك 311 واحد وهم في حالة سجود وركوع أثناء صلاة الجمعة قتلوا، يعني في جريمة. ده بيخليني أسأل سؤال، هل امي مثلا، يعني انا امي في يوم من الايام قالت نديهم فرصه، ناس كتير 13 مليون واحد نديهم فرصه ومش عارف ايه وكده، ولقيت امي دي مثلا بعد 3 4 شهور لا اخوان لا هل الشعب المصري ارى المشهد كده؟ يعني عندنا انا هقول لك، وانا خصم لجماعه الاخوان فكريا قلت حيث انهم فازوا وهذه هي الشرعيه. أيوة انا قلت كده، يعني أيوة حضرتك قلتها قلتها في التلفزيون حيث انهم فازوا وهذه هي الشرعيه علينا ان نحترم الشرعيه. صح، وربنا يوفقهم بقى. لا لان مش معقول، مش معقول اجي العب معاك دور طاوله كويس عن مشاريب كويس، فلما العب معاك لما اكسب اخد المشاريب ولما اخسر برضو عايز اخد المشاريب. لا يعني خلاص مدام يعني في اتفاق، كسبت كسبت، خسرت خسرت، خلاص يعني وبعدين دي مش نهايه العالم. كسب الانتخابات دي اذا كويس هيكمل، اذا مش كويس مش هيكمل. طيب وقلت ان احنا مثل وضع راكبين طائرة في كابتن بيسوق، وإذا الكابتن ده إحنا يعني أتعبناه بدرجة ممكن ياخد الطائرة بينا ويقع زي الكابتن اللي هو بيقود طائرتنا الآن في وسط عواصف لازم إن إحنا نساعده عشان يقدر يخرج بينا من العاصفة. يجب أن نتعامل بمنطق الدولة. أيوة الدولة هي الطيارة، الدولة الوقت الطيارة هي الدولة وأنا بؤمن بمشروع الدولة الوطنية ويجب أن أدافع عنه. حدث انه ثلاث اخطاء هيكليه في الموضوع. ايوه، الخطا الاول اللي حصل بالنسبه لجماعه الاخوان هي انه قرار الاتحاديه كان مستلبا من قياده الجماعه، وهنا اصبح ثنائيه السلطه. ممكن اوضح حضرتك مستلب؟ مستلب يعني مش بايديه، يعني راجل عارف الاتحاديه ده يعني صوره، انما فعليا القرار بيتخذ في المقر قرار هناك، وهذا خلل كبير. النقطة الثانية اسألك سؤال عشان نكمل بقى، يعني لو انا اللي بيحكمني دلوقتي اكتشفنا احنا كمصريين، عشان هي الموضوع اصلا مش شخص من وجهة شخص، الراجل اللي بيحكمنا دلوقتي لو طلع ان قراره مستلب يعني من حتة تانية، احنا هيكون عندنا نفس الموقف؟ لازم. بس كده شكرا. ايه احنا ماشيين مع بعضينا. لازم. يعني انا لو حسيت ان انا الراجل ده بيحرص على مصلحه جماعه ولا حزب ولا نادي ولا نقابه وسايب بقيه مصالح الناس هتقول لك لا. لازم. لا. لازم. فاحنا عشان كده لازم. واحد اسباب ان الواحد بيدعم الرئيس السيسي انه يحكم من اجل مجموع الشعب المصري. تمام. اذا عمل حاجه تانية غير كده يبقى لينا موقف تاني، لكن صح. هو الراجل ده اللي احنا شايفينه، هو ده اللي مخلي الناس مصدقاه وبتنزل تصوته في الانتخابات. تمام. تاني نقطه الخلل الكبير هو قرار اللي هو الاعلان الدستوري المكمل او المكبل، لانه هذا سرق كل حاجتين. فكرة الثورة في يناير ان انا محصن ضد كل المؤسسات اللي هي موجودة. تاني حاجة ما يعرف باسم اتفاق فيرمونت، انا مش طرف فيه، انا ماليش دعوة بيه، بس كان هو اتفاقه. اتفقتوا على كده؟ انت اتفقتوا على كده. فانت لا حلوة دي، ثانية واحدة حلوة دي قوي دي. حضرتك كأنك بتقول لي ان هذا الرجل لما حصن نفسه الدسك هو صفر في وسط ماتش يا عم الماتش 90 دقيقه لك لا بس مفيش ثوره تاني ومفيش كلام زي كده، وحصن نفسه ضد المؤسسات كلها. صح ضد، صح كلام حضرتك صح، كان ضد القضاء، مفيش اي قرار يتخذه ممكن القضاء. وتاني حاجه انت بتقول للناس اللي اتفقت معايا وادتني الاصوات. المذهل طبعا ان المهندس خيرت الشاطر في لقائه مع السفيره الامريكيه ارن باترسون نفى لها تماما بعد حدوث انه ده، وان الجماعه مالهاش علاقه، وان احنا ما نعرفش بيه، وان ده عمله لوحده الرئيس موسى. وانا طبعا اشك بقدر كبير انه يكون دكتور مرسي وحده يتحمل مثل هذا القرار. تمام. نيجي اذا فبرضه واحده من مهامنا النهارده نحن نراقب من هو في السلطه لاي مدى بيحترم الدستور والقانون والمؤسسات، والا في الاخر خلاص مش حزبه حد، ولو الناس شعرت بانه في حد حاطط نفسه فوق الدستور والقانون هتبقى في مشكله. صح كده؟ انا بس مستنتج عشان ايه اتابع مع حضرتك. النقطه الثالثه
انه بناء على واحد واثنين واحد انه هو هذا بيحكم مش من قراره، نمرة اثنين انه عطل ما جاء من اجله، يعني الناس انا رحت اديتك صوتي بناء على وعد انت بتقول هتحكم بكذا وكذا وكذا، وقلت لحلفائك الذين اعطوك كتلهم التصويتية ال 13 مليون صوت اللي هو موجود ده، ما كانش كله إخوان، لأنه بدليل أنه في المرة الأولانية كان حوالي 4-5 مليون، صح. لا، فالفارق 5-13 ما حصلتش في في الأسبوعين الفارق ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية، ولكن هذه الأصوات هي التصويت احتجاجي ضد الفريق شفيق، وأيضا هو المجموعات التي رأت أنه أفضل الشرين أو الضررين هو الإخوان، ثم الوعد الذي أعطي بحكم جماعي ومجلس رئاسي فجاء بعد ما أن تمكن من السلطة وعمل القرار اللي هو بيعمل ده، بدليل أنه بعد كده علاقاته بما يعرف باسم المعارضة أو جبهة الإنقاذ أو كل هذه القوى كانت سيئة للغاية، لأنها فشلت ووصلت لطريق مسدود، بينما كل دول معظمهم كانوا أركان أو أسس، كانوا جماعة فيرمونت سابقا. فبناء على واحد واثنين أنت دلوقتي جاي راكب سيارة أوبر كريم متفق على أنك أنت هتروح معاه مدينة الأسكندرية، كويس؟ فبعد اللي هي السنة الأولى هنشبهها بأنها أول 50 كيلو لقيت السهم بيقول أسوان بعد 450 كيلو، هتقعد تكمل لحد ما تخلص ال 450 عشان تقول يخلص المدة، ولا خلاص انت عرفت انك في الطريق الغلط؟ فخروج الشعب المصري بهذا الشكل وهذه الحركة الاحتجاجية، مهما قيل مين محركها مش عارف ايه أجهزة الجيش كل القصص دي كلها، نيجي بقى النقطة مهمة جدا، كان من الممكن للغاية هنا بقى شوف المأزق كان يحصل ايه، لو خرج الدكتور مرسي لحد اخر 72 ساعة وقال انا سأقيل الحكومة وسأشكل حكومة جديدة، أدعو المعارضة وجبهة إلى حوار، ألغي الإعلان الدستوري المكمل، ويا سلام بقى لو كان جه وقال أنا مستعد أعمل استفتاء رئاسي أكمل ولا أمشي مبكر في هذا الموضوع. فبالتالي عنده احتمالين، الاحتمال الأول أنه الناس كانت تبقى معاه وهو يعتقد أنه الناس معاه، هو كان مؤمن بأن الناس معاه، بدليل أنه زعل أنه اتقبض عليه، لأن أنا الرئيس الشرعي اللي عندي الأغلبية، طب إذا كنت تؤمن بقى لك الأغلبية انزل يا سيدي بس هو كان يعلم انه الثمانية مليون اللي نقصوا منه مش هيرجعوا تاني، فبالتالي يعلم ان الاستفتاء بعلم الحسابات. طيب. انا حبيت بس اقول انا مش بحرك على الجزء ده، وحبيت بس اقول لحضراتكم حاجة، حضراتكم اشخاص منطقيين، يعني انا مقتنع ان الشعب المصري في مجموعه عنده قدرة انه يميز، يعني في الاخر خالص 70 واحد بيتكلموا بس هو يقول لك لا ده، في 80 واحد مرشحين نفسهم لك لا انا عايز ده، ده الشخص ده بيقدم لنا كلام وده بيقول كلام وكلام، بس انا زي ما كان الاستاذ قال لك ايه، عندنا رصيد حضاري في تاريخنا، يا ما دقت على الراس طبول ويا ما شفنا، لكن في النهاية انا لما انزل ادي صوتي لفلان وعلان ده لا يمشي انا مش محتاجه، مش لاننا عاطفيين، مش لاننا ناس غلابه، مش لاننا جهله واميين، لا لا ما تصدقوش الكلام ده، دي جزء من حرب ضدنا، لا احنا عندنا منطق، احنا عندنا طريقه في التفكير، هم بيحاولوا يشككونا في نفسنا، بس اللي احنا شايفينه في مجمل هذه الايام، وانا بنتهز فرصه وجود الاستاذ عماد الدين اديب معايا، لان كنا هذا الكلام بنناقشه على القهاوي ولما نقعد مع بعض، وكنت طبعا بنناقشه في التلفزيون، كنا بنوصل لهذه، هل الشعب المصري منطقي؟ عاطفي بس لاي مدى العاطفه ممكن تخليه يرمي البلد في البحر؟ لا ما بيرميش البلد في البحر. انتم انا بكلم حضراتكم كمواطنين مصريين ساعه الجد عندكم كده فرامل تقول لك بس لا 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 احنا ماشيين غلط، زي ما الاستاذ زمان قال لك ايه، قال لك نفسنا احنا المفروض رايحين رحله تاخدها 70-80 كيلو، انت جيت في نقطه قلت لا 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 احنا مش ماشيين صح، لف وارجع، ومعنى ان في حاجه و20 25 مليون واحد نزلوا في الانتخابات رغم عن العشر حاجات اللي اتعملت ضدنا واللي كان منطقي في اي دوله تانية، لك لا ما ننزلش، لا احنا نزلنا برضه
وده معناه انه لا تزال هذه الحاسه الوطنيه اللي موجوده جوانا هي اللي بتقودنا في اتجاه الصح. خلوني اطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل اتكلم بقى استاذ عماد عن الانتخابات دي بتفصيلاتها. هذه المقدمه علشان تجاوب على سؤال واحد، هل احنا ناس منطقيين ولا احنا ناس عشوائيين؟ لا، واضح من كلام استاذ عماد فيما حدث ده كله ان في منطق وراء ما يتخذه الشعب المصري من قرارات. فاصل نرجع نكمل نقاشنا مع الاعلامي الكبير عميد الاعلاميين العرب الاستاذ عماد الدين. رجعنا مرة تانية ولا يزال معي ضيفي الكريم الأستاذ عماد الدين أديب. أستاذ عماد، كيف رأيت الثلاث أيام بتوع الانتخابات والرهانات الكثيرة على إن الناس مش هتنزل؟ ما فيش منافسة، زي ما حضرتك قلت يعني العشر حاجات اللي رغما عنهم الناس نزلت. إيه المشهد ده؟ يعني وإيه دلالته؟ ولو حضرتك الرئيس السيسي أو بجوار الرئيس السيسي وتقول له الناس دي نزلت رغما عن كل الظروف دي، يقرأ الرئيس السيسي إيه؟ انا اعتقد ان هو الرئيس السيسي اثبت ان هو فاهم اكتر من النخبة المصرية اللي هم من اساتذة الابحاث والدراسات والعلوم السياسية، فاهم ماذا يحرك المواطنين حتى في اللغة اللي بيستخدمها، حتى في الرسائل اللي بيبعتها التي تبدو تلقائية او بسيطة، هو فاهم What triggers the Egyptian man of the street، ما الذي يحرك الشارع. حطت ايده كده على البلس النبض. انت عارف حضرتك لما جم خلوا الفلوس بتاعت قناة السويس هو قال لهم تفتكروا هنجمعها في قد ايه؟ فقالوا له ممكن تاخد شهرين ثلاثة، قال لهم لا اسبوع 10 ايام، والناس نزلت بارقام كبيرة ثقة مش كده؟ لا خلي بالك، ما انت لازم ترجع تاني لابن الجمالية اللي عايش في منطقة، هذه المنطقة تجاور الحسين، الأزهر، العتبة، الموسكي، اللي هي منطقة دينية، تجارية، طبقة وسطى فوق طبقة وسطى، بتعرف البيزنس، بتعرف التجارة، بتعرف الحرفة تعملها، الفن، يعني المزيج ده لصبي عنده 8-9 سنين بيروح كتاب صحابه من كتر حفظه للقرآن بيسموه الشيخ عبد الفتاح، تحت رعاية أم حنونة جدا، أب رجل تاجر وماهر، بياخده معاه المحل، بياخده معاه البازار، بيشوف العامل الدقي بيشتغل ازاي، بيطلع مادة خام بتطلع، كل ده بيشكل في بتاع المنطقة اللي هو ساكن فيها، فيها مسيحيين يهود جنبها حارة يهود، كل ده بيخلق في وسطه. بيقولك من سن الست سنين او سبع سنين لحد 10-11 يتكون وجدان الانسان، الوجدان الرئيسي اللي هو اللي بيشكل الشعور والفعل ورد الفعل الاساسي، المكونات الاساسيه في الشخصيه. يجزع من ايه؟ يرتاح لايه؟ ينبسط لايه؟ يرفض ايه؟ تبقى الفتره دي مش لازم منطق. هو لا ده غلط يعني، هو انا مش دي غلط، انا ما اعرفش ليه بس غلط. فكره بقى الروحانيات، فكره مخافه الله، فكره الصبر، فكره الرضا، فكره مش هو احيانا بيغضب كده؟ هو الناس بتخاف منه لما توصف ماسك الميكروفون، يمسك الميكروفون ويقول وروح مدي رساله شديده اللهجه لجهه ما بتبقاش واضحه هي مين بالظبط، بس هو بيرسل رساله تحذير قويه، هي بتخوف الناس بس في نفس الوقت هي بتقول. طب انت هتلاقي دايما ان هو غضب، وحسب فهمي يعني بيبقى حالتين، ما له علاقه بامن الدوله والمواطنين اللي هو موجود، يعني امن البلد، سلامه البلد، استقلال البلد اللي هو موجود، ضد دماء تسفك، ضد محاولة تهديد البلد، سيادة البلد، ده موضوع بالنسبة له خط يعني أحمر، خط خلصت أحمر، هتقرب من هنا زولك هشيلك من وش الدنيا. حتى لما بيجي حد يتكلم على الجيش أو المؤسسة العسكرية أو في حوار يقول لحد أنا لن أسمح لك أنك تقول عسكر تاني،
مش لان هو ينتمي لهذه المؤسسه فقط، ولكن لان دول بيمثلوا شرف الامه والدوله ان هو هذا هو جيش البلد. ويمكن كمان استاذ عماد بيبقى حاسس بتاثير الكلام اللي احنا بنقوله على روحهم المعنويه، على روحهم المعنويه، فدي نقطه مهمه. وعارف برضو لما جه صار جدا يقول لك انتوا تهينوا الجيش والشرطه وانا عايش وكان منفعل جدا. النقطه الثانيه كل ما له باللا انجاز او الفساد او انه ما يريد ان يتحقق لا يتحقق بالشكل او بالطريقه او بالسعر او بالسعر او بالجوده او لخدمه الناس. دول موضوعين اساسيين. طب والناس المفروض تخاف منه وما تنزلش انتخابات؟ لا، انا رايي انه المصري مش ضد فكره انه هو بيحب الفرعون، لا، بس بيحب الاب اللي بي 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 بيزمجر من اجل مصلحه الاسره. يعني هو يعني هو ما بيتكلمش عن نفسه، هو ما بيقولش انا زعلان لانك هاجمتني، ما بيقولش انا زعلان عشان انت قربت من حاجه خاصه ليا، لا. هو يعني هو زعلان مثلا علشان حد مس الاسره، عشان حد تعدى على املاك الاسره وثروه الاسره او خلال البلد الأسرة. يعني الى الدوله. مش اسرته هو بيتكلم، يعني العيله الكبيرة اللي هو مسؤول عنها، اللي هو مسؤول، يقع في اطار مسؤوليته. فده في الكالتشر او في الثقافه الوطنيه المصريه شيء محمود، مش شيء مكروه يعني. فبالتالي الناس ما كانتش خايفه منه، انما حاسه انها يعني بالعكس، يمكن لو شافوه ضعيف او يده مرتعشه او لا يدافع او بالعكس، لان انت دايما بتبحث عن شخصيه بطل، شخصيه المخلص بالذات في وسط الازمات. هتلاقي دايما حتى في تاريخ السينما المصريه دايما البطل الشعبي ده مهم جدا عند الناس، اللي هو بيسأر للفقراء، اللي بيسأر للمظلومين، الذي يحاول ان هو ينصرهم، الذي يحاول انه يخلص. حتى مش في الثقافه المصريه بس، في كل الافلام. صح. من صح. اول سبارتاكوس لحد اكبر الافلام الان. هل احنا امام مشهد كانه الشعب المصري فيه بيقول بما انك انت عملت كل المجهود ده وبتبذل المجهود ده وكل اللي احنا بنشايفينه ده، حتى لو بنعاني فاحنا باصين، احنا بنعاني يعني. هو عايز يقول لك احنا بنعاني طول عمرنا بنعاني، انما ده بقى المعاناه ليها ناتج ايجابي محتمل. انا عندي مريض موجود في غرفه الانعاش، علشان يعالج لابد من جراحه مؤلمه له. عادة ما بكونش مبسوط ان الدكتور اللي هو عليه ان يجري هذه الجراحة، اللي لازم يقطع له صباعين ثلاثة عشان الغرغرينة لا تتسلل الى الجسد، بكون بحبه لانه ده بياخد جزء من اعز ما املك، الناس يعني اللي عزيز لدي، اللي بعد الشر ابني اخويا اي حد من دول، كويس. لكن في النهاية اذا اجراها وقعد 7 ساعات في غرفة العمليات وطالع هلكان، بأقدره، لأنه في النهاية هو صحيح عمل هذه الجراحة المؤلمة، لكن في النهاية هو أنقذ روح. فنحن بحاجة إلى هذا الدواء المر الذي تأخر أكثر من 65-70 سنة وترددنا فيه كثيرا، وكان لابد ان احنا ناخده ولابد ان احنا نتجرعه رغم الالم، وانه طعمه مر وبندفع ثمنه غاليا، لكن في النهايه كتر خيره انه هو اقدم على اتخاذ القرار وسحب من رصيد شعبيته. بس هو بقى حصل ايه؟ هنا في حاجات بعلم الحساب خرجت من الصوره وحاجات دخلت. يعني ممكن يجي يقول لك هو لقد فقد بعضا من مناصريه، صح، نتيجة القرارات دي اللي هي مش شعبية، لكن اكتسب كثيرا من المناصرين بدل اللي خرجوا. مين اللي خرج ومين اللي دخل؟ اللي خرج الناس اللي هي تأذت من رفع الأسعار وأصبحت حياتها صعبة وارتفعت ضرائبها وبقى فيه والطاقة بقت غالية والكهرباء بقت غالية وبالنسبة لكل الطبقات. لا بس لبعض الناس لأن ما حصلش إحلال يعني. كويس. بينما مين اللي دخل الصورة؟ في ناس خرجت وفي ناس دخلت. أنا مش بشجع فريق السيسي، أنا بشجع الفريق المضاد خلاص، لأنه ضرني. كويس. مين بقى اللي بقى معاه؟ اللي بقى معاه الناس اللي اشتغلت في ال 12 مدينة جديدة، ال 4.5 مليون اللي دخلوا في سوق العمل، الناس اللي دخلت في العاصمة الإدارية، الناس اللي انتقلت إلى حي الأسمرات، الناس اللي راحت في كفر الشيخ
وراحت المزارع السمكية. الناس اللي دخلت للشباب 1.5 مليون فدان، الناس اللي كانت في العشوائيات وانتقلت الى بيوت جديدة، الناس اللي هي استفادت من في مدن القناة في حفر الأربع أنفاق دول، كلهم عمالة من مدن القناة. الناس اللي في سيناء اللي ابتدوا يشوفوا مشروعات التنمية ابتدت تشتغل فيها موجودة. الناس اللي في منطقة مطروح، خط مطروح ده كله اللي هو بتاع مشروعات العالمين. الناس اللي في بنبان في أسوان اللي عندهم أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، المستفيدون. بس من المستفيدون مش انك جبت شنطة فلوس واديته في ايده، لا، اعطيه فرصة عمل، اعطيه فرصة للحياة. دول دخل مع قطار الاصلاح. وفي ناس لازم لما بتيجي تعمل اصلاح، في ناس بتتعور، في فاتورة، في تمن لما بتيجي تاخد دواء. اكيد في دواء، حتى بيقول لك، حتى الدواء ده بيقول لك بيوجع الكلى، بيؤدي مش عارف ايه، بيوجع المعده. بس العائد اكبر من التكلفه. بالظبط كده اهو. في الاخر العائد، في الاخر هتخف، هتخف. بس خلي بالك بقى، فهنا العبقريه في اعطاء الدواء ايه؟ الجرعه. صح. الطريقه. امتى؟ توقيت. صح. كل دي بقى هنا براعه اداره فاتورة الإصلاح. طب هل أنت واخد بالك من السطر اللي أنا بقوله كده؟ لأن هذا السطر، وها أنا أحذر منه. أيوة. هو أخطر سطر قبل كده والنهارده والسنة اللي جاية. إيه هو تاني؟ فاهم. إدارة براعة إدارة فاتورة الإصلاح. يعني أنت هتدي دواء وهذا الدواء مؤلم وإحنا مستمرين فيه. كيف تديره؟ أنا لست ضد الإصلاح أو فاتورته، معاك 100% وفي ظهرك وأساندك. لا أنا بتكلم حتى عن نفسي. لكن خلي بالك، احترس كيف تقوم بإدارة فاتورة الإصلاح. طب أنا هنقل كده خطوة لورا في كلمة حضرتك قلتها في توصيف هذه الانتخابات، إنها انتخابات غير تنافسية. هناك ناس تقول لك يا عم ما كنت نزلتم، اللي عايز ينزل ينزل، يطلع ضابط جيش يطلع، يطلع لواء شرطة يطلع، يطلع سياسي يطلع. هو ايه اللي حصل؟ يعني المرحلة ده هي اللي كان فيها ناس كده بتطلع في تقول لك انا عايز اعمل كذا، وبعدين في الاخر يتراجع، او ايه اللي حصل في الفترة دي؟ نحن لدينا مشكلة بدأت منذ العام 1952 حيث تم اقصاء وانهاء وضرب الحياة السياسية في مصر. تقول لك بقى الملك سيء، الملكية رجعية، كل الكلام ده قول زي ما انت عايز. بس انت عندك من 23 لسنة 50 حدث الآتي. عندك دستور 1923 اللي هو أهم دستور، يعد من أهم 10 دساتير في العالم، مستمد من روح الدستورين البلجيكي والفرنسي. صح. عندك ظهور جماعة الإخوان المسلمين بصرف النظر أنت معها أو ضدها. عندك ظهور الحزب الشيوعي المصري. ظهور لطفي السيد وبداية التيار الليبرالي المصري. تأسيس جامعة فؤاد الأول. ظهور طلعت باشا حرب وتأسيس 43 شركة مصرية هي أعمدة الاقتصاد المصري حتى الآن. ظهور أم كلثوم، عبد الوهاب، بطاع حسين، عباس محمود العقاد، لطفي السيد، عبد القادر المزني، احمد باشا شوقي. كل ده مش صدفه، مش ممكن يكون صدفه. صح. حزب الوفد، الاحرار الدستوريين. دي حياه كامله، حياه كامله. علو قيمه القضاء، تداول السلطه، اسقاط حكومات. يعني ما كانش صدفه وما كانش احداث فرديه، لا، هذا منظومة متكاملة من نهضة كانت في مصر بدأها المؤسس محمد علي ورعاها إسماعيل باشا في الخديوي إسماعيل في البعثات التي بعث في نهاية مطلع القرن اللي قبليه 19 جاءت نتائجها من الأفغاني ومحمد عبده وكل دول. حدثت حركة تنوير في المجتمع، نهض المجتمع ككل. ده حصل.
من 52 لحد يمكن قريب من كام سنه انت تضرب في مقتل في عقلك، في نظامك التعليمي، في نظامك القيمي، في ثقافتك الوطنية، في طمس الهوية المصرية، في 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 فكرة يعني ايه رأي ورأي اخر. انت كان يقال انه كان في المدارس المصرية الحكومية اللي في عهد الملك الفاسد البائد كل الكلام ده كله حصة اسمها حصة المناظرة، يقف تلميذ وتاني واحد يرد عليه، يطرحوا قضية اللي هي الديبيت اللي هي بتتعمل في أمريكا دلوقتي اللي هي تنمية مهارة الرأي والرأي الآخر. كان في الخطابة، انت ما عندكش واحد يعرف يقول خطبة في مصر النهاردة إلا فيما نظر، يعني قليلين جدا اللي هو السياسي القادر على أنه يقف ويكلم الناس ويعرف أنه هو يتخاطب معهم. الشعر ده يبدأ قصيدة والتاني يكملها له. كل الناس اللي احنا بنقول انهم بقوا اساتذه وعملوا دكتوراهات وكده وسافروا بره، الانجليزيه والفرنسيه تعلموها في المدارس الحكوميه المصريه، مش ذا بوي اند ذا بوك اند ذا بيبل اند، لا يعني كل بياكلوا في نهايه الامر هذه المرحلة من حياة مصر. ننسى بقى مين كان بيحكم، انا بتكلم بتقييم موضوعي خالص، ولا انا من العائلة المالكة ولا قرايبي ولا عندي صقر مع حد ولا بتاع، لكن بقولك هذه المرحلة ضربت تماما، حصل فراغ، حصل اهتراء، مش عايز استخدم كلمة تجريف لانها تهرت من يناير 2011، بس حصل اهتراء في 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 جسد العقل، في الجسد والعقل المصري. من هنا هذا الفراغ الذي حدث اصبح عندك نخبة عقيمة ليست قادرة على انجاب سياسيين، ما عندكش مطبخ سياسي، ما عندكش حكومة ظل، ما عندكش حكومة ظل. كان في حكومات ظل في مصر في الاربعينات وفي الخمسينات، لما تيجي تقولي حكومة تقدر تشكل خمس ست حكومات جاهزين immediately في 48 ساعة، كان الديوان الملكي يقول خلاص هنغير الحكومة فيجيله كذا لستة احرار دستوريين يا كتلة الوفدية مش عن الشعب يعني الى اخره. كانت الناس جاهزة ومستعدة وكان دايما ده في بالها انها هتحكم في يوم من الايام فبتستعد. لا ودايما ودايما في ناس دايما في ناس وكانت الوزارة السياسية والوزير السياسي، الوزير السياسي ممكن يكون وزير في وزارة امن او في وزارة دفاع او في وزارة اي حاجة، مش بالضرورة يجب ان هو يكون لا وزير سياسي، بكده كانت بتسهل العملية انه يقدر يمسك ده. فاحنا النهاردة عانينا فجأة لما جينا قلنا هنعمل انتخابات، فين اللعيبه بقى؟ لو فجاه ايه؟ عايز يلعب كروكت. ايوه ما فيش حد يلعب كروكت، ما حدش اتعلمها يعني. كان نفس الرساله ان فجاه هنفتح ما فيش حد جاهز. ايوه بس عشان اكون امين. عشان اكون امين. اتفضل. انت ما عندكش يعني جماعه تفكير بتحسب للحدث قبل وقوعه. وما عندكش جماعة تفكير تقوم بالتسويق السياسي قبل وأثناء وبعد الحدث. كل أحداثك الكبيرة تتخض، بتفاجأ مع أن تاريخها معروف. وده أنا دايما أضرب مثل بحضرتك، لما تيجي ليلة رمضان تكتشف أن هو خلاص بكرة رمضان، فتنزل بقى تجري الساعة 12 بالليل عشان تجيب الزبادي والعيش والفول وبتاع وتجهز، لأنك اكتشفت فجأة أن رمضان بكرة، رغم أن هو معروف سلفا من سنة. فاحنا عارفين من اربع سنين، من اربع سنين فاتت يوم ما تم انتخاب الرئيس السيسي في 30/6/2014 ان احنا هنعمل انتخابات في المعد، ولا اعتقد ان تم الاستعداد لهذا الموضوع. ما احنا لازم نكون امناء مع انفسنا، لان اسهل شيء ان تصدر المسؤوليه على الغير. عشان كده انا ارجو ان فور اعلان النتيجه ان يبدا التفكير في كيف نعد الحياة السياسية لانتخابات 2022. هيقول لك يا عم احنا لسه اربع سنين جايين. لا لا لا، وي ار تو ليت، احنا اوريدي متأخرين. احنا راح منا عشرات السنين من عمرنا اتسرقت واتسحبت، وراح مننا
مصر اللي هي علمت الناس السياسة وعلمت البشرية الفلسفة والتفكير والمنطق والعلم. الآن عندها مشكلة في الفكر والفلسفة والتفكير والسياسة. بإذن حضراتكم أنا هطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل هدخل كده في منطقة أعتقد أنه إيه حد الأستاذ عماد هو اللي ممكن يساعدنا في أن احنا نفكر فيها بهدوء زي ما كان مسمي برنامجه، والمنطق الأربع سنين دول 4 و4، يعني عارف حضراتكم في فرنسا 5 و5، في روسيا 6 و6، يعني الأربع سنين كفاية ولا فعلا كفاية؟ ولا في نموذج ولا بوتين الراجل كان رئيس جمهورية وبعدين بقى رئيس وزراء وبعدين رجع رئيس جمهورية علشان يقدر ينفذ برنامجه الطموح من غير ما يمس الدستور القائم، ولا الدستور نفسه اتحط زي ما الرئيس في يوم ما قال لك اتحط بحسن نيه شديد، يعني ما راحش اعتبارات في الواقع. المعضله دي نحلها ازاي؟ ان كناش نناقش قضايانا دهيت بعقل مفتوح وبقلب مفتوح ومنطق من غير لا بقى مصالح ولا خناقات ولا زي ولا الكلام ده. اعتقد ان احنا هنبقى بنغامر بنلعب كده ايه مع بعض طاوله، واحنا شايفين ان احنا الحياه بنغامر بمستقبل البلد. فاصل وبعد الفاصل ارجع اكمل نقاشي مع عميد الاعلاميين العرب استاذ عماد الدين. ولا يزال الحوار موصولا مع الاعلامي الكبير استاذ عماد الدين اديب. انا هسال استاذ عماد سؤال ملغم، اقول له استاذ عماد احنا عندنا 3 انواع من التفكير على الاقل. في تفكير بيقول لك 4 سنين مش كفايه، 4 سنين ده يعني في الدول المستقره بيبقى مش كفايه في بعض الاحيان، فاحنا في مصر الدستور قال 4 سنين في 4 سنين، فاحنا امام شخص في ناس بتقول كده اثمن تاريخيا من ان احنا نحط عليه هذا القيد ويعني يسيبنا، والله اعلم بقى اللي هيجي بعده هيكمل ولا مش هيكمل ولا اخر. فهؤلاء الناس بيفكر بطريقه من 2، يقول لك يا اما ان احنا نعدل الدستور ونشيل حكايه الترم ليميت دي اللي هو القيد 4 سنين و4 سنين بفتره اطول، او انه الرئيس يتصرف بقى مع حزب مع تكتل ما ونعمل نموذج بوتين اللي كان موجود في روسيا رئيس جمهوريه وبعدين مدتين وبعدين رئيس وزراء وبعدين يرجع تاني الى اخره. في ناس تانية يبقى كده انا عندي كده ايه سيناريوهين، تعديل دستور او بوتين موديل انه نموذج بوتين يعني. اول حاجه الثالثه قلت لا لا لا، كما ان الرجل ده بيقوم بدور تاريخي في انه انقذ البلد من فاشيه دينيه وبينقذ البلد دلوقتي من وعكه اقتصاديه، لا وعكه ايه، نازله شعبيه اقتصاديه حاده مش هقول كانسر يعني، طب ما كمان يكمل جميله ونطلع من مأزق سياسي تاريخي ارتبط بفكرة الحاكم الذي يحكم لغاية آخر يوم في حياته ويلتزم 4 سنين في 4 سنين وربما يسيب 4 سنين يبقى مش في السلطة ويرجع تاني بعد يعني نلتزم بالدستور التزام صارم. ده سؤالي للأستاذ عماد. أنت مش ابتلعت حبوب الشجاعة وسألت السؤال؟ أنا هخلص الحلقة وأروح. انت البرنامج ده مسؤوليتك انت، فاستحمل بقى. لا اتفضل بس ما تقطعنيش لو سمحت. لا مش هتكلم. كويس، طرح السؤال بهذه الشاكلة هو لا يناقش مشكلة لكنه في حد ذاته يطرح مشكلة. ايه هي؟ انه لو صحي بكرة الرئيس السيسي، صحي بكرة الصبح وقرر انه تعب ويريد تقصير المده والدستور بيديله الحق، يعني طلع قال لك انا مش مكمل هستقيل انا هستقيل ده من حقه طبعا. طيب لو جه محمد صلاح وبعد الشر اتكسر او قال انا مش لاعب او اتخانق مع الكابتن كوبر مدرب فهنا عندي سؤالين. هو ممكن مصر بدون سيسي وممكن المنتخب بدون محمد صلاح؟ لا كلاهما في مأزق طبعا. لا يبقى معناها ان ده مش منتخب وان احنا مش بلد، مش دولة يعني. مش دولة كائنا من كان لا يعتمد شيء على بني آدم واحد. وعلى فكرة اول من يدرك ذلك وانا متأكد من المعلومة اللي بقولها لك دي الرئيس السيسي. هو لا يرى ان الفرد رغم ايمانه بدوره، بدليل
ولعلي لا أزيع سرا انه قبل ما يترشح للانتخابات كان له اجتماع يمكن انت تعرف عنه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هم كانوا يحاولون قعد ساعتين عرض كامل للمشكلات التي تواجه المعلومات التي حصل عليها بالنسبه لحقيقه الواقع المصري. قاعد بقى هو طول الوقت بيشوف يعني انا عشان اقول وابقى رئيس طب ايه انا مطلوب مني كطبيب ان انا اعالج مريض قبل ما اقول اعالجه ولا ما اعالجوش هاتولي الاشعه هاتولي تحليل الدم هاتولي النبض هاتولي تاريخه المرضي هاتولي الوضع اللي هو الحاله اللي هو فيه. فاكتشف حينما بدأ يطلع على الأرقام الحقيقية مش على الانطباعات بقى انه لما هقعد على الكرسي ده كده بكرة في الاتحادية دي البلد اللي انا هحكمها حالة مخيفة. فحاولوا كلهم زملائه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان يقنعوه انه هذا واجب وطني. فقال لهم بالحرف وانا متحمل انتوا كده بترموني للنار. هذا الرجل يدرك ما راحش للسلطة وهي مغنم ما راحش لشيء ما مش بيحكم فنلندا مش بيحكم السعودية مش بيحكم دولة نفطية بيحكم دولة كلها تحديات أمنية مشاكل في المنطقة مشاكل دولية إرهاب مخاطر اقتصاد تعبان يعني كل ما احط ايدي في حته الاقي مصيبه فساد جهاز حكومي مترهل محليات فيها ما فيها مفيش حد معاه مفيش حاجه يعني ايه مفيش حاجه يعني يقول اصل كده شغال هعتمد عليه غير الجيش طبعا انت عارف اللي هي نظريه مفيش حاجه في الغرب تسر القلب المثل ده يعني فهو كل ما ينظر مش شايف حاجه بتسر يعني في الموضوع لا يرى وجها يعني ايه ليه حد انت بتكرهوني للدرجه دي ليه كده؟ لا وهو مره قالها فعلا قال لك وانا عشان جيت هنا هتعملوا فيا كده بالظبط يعني كانه بالظبط كده. فانت دايما بتشوف هموم المحكوم لكن يا اخي فكر شويه في هموم الحاكم. هذا الرجل اللي دخل وانغلق عليه باب وفجأة اكتشف انه مسؤول عن ناس بيزيدوا كل 30 ثانية مواطن وده ماسك في رقبته وهو مسؤول عنه وفين الاكل وفين الشرب وفين الصرف الصحي وفين التعليم. فمن هنا ارجع لك للسؤال اعظم شيء يعمله الرئيس السيسي هو ان يحول البلاد من ان تعتمد على شخص كائنا من كان حتى لو كان هو الى حكم مؤسسات وحكم قادر على هتقول لي طب ازاي حكم مؤسسات ما هنا بقى ياتي دور الفرد اللي في التاريخ ان صح. ياتي الفرد الذي يساعد المؤسسات على ان صح. تتشكل صح. وبنبل شديد وهو فيه حاله الفارس ده ينسحب من المشهد ويسلم البلد الان سلمتكم بلدا في سيستم شغال ومشروعات الشخصيات الشخصيات صنعت بلدان الشخصيات اللي صنع اللي خدت حاله سيئه ساقطه مترهله ووقفتها على رجلها وخلقت لها الاعمده والمؤسسات بتاعتها عشان تقدر تكمل وتشتغل. عارف بيسموهم ايه دول يا استاذ؟ الاباء المؤسسون للدول او البناؤون هو هيز بيلدر فهذا هو دور الرئيس. هتيجي تقول لي طيب فتره بقى انه 4 سنين ولا 8 الفتره تكون 6 ولا 12 هذه قضية تقنية من وجهة نظري. القضية الأساسية هل هذا الرجل الذي يعتمد عليه النظام الحكم وتعتمد عليه الدولة بدرجة كلية حينما يأتي عامه الثالث في المدة الثانية أو عامه الرابع سؤالين يستطيع أن هو ينقل الحكم إلى شخص آخر يعني البلد مهيئة لا ده سؤال ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. نمرة 2 انا اتعلمت ما اديش رغم ان انا من اكتر المناصرين للرئيس السيسي يعني مش هزايد في هذا الموضوع لكن اتعلمت من بعد كل التجارب لا اعطي شيكا على بياض انتظر وارى
ماذا فعل الرجل؟ فقدام احتمالين. الاحتمال الاول انه انجز بالفعل بشكل غير مسبوق، فمن هنا اذا كانت مصلحة البلاد والعباد تستدعي ان يستكمل المسيرة فانا مستعد ان اعطي حياتي ثمنا لهذا الموضوع. اذا كان لم يستكمل ووجوده يشكل عبئا على البلاد مستعد ان اعطي حياتي حتى لا يستكمل المسيرة. القصة لها علاقة بالرجل ينجز او لا ينجز. أنا بالطيار قادر يسود الطيار ولا مش قادر يسوق؟ انا رايي بقول للمصريين ابشروا بان هذا الرجل سينجز الشيء الكثير، لكن ليس وحده. يعني احنا لم نخلق الحاكم او فكره الحاكم عندنا جبناه علشان نرمي عليه همومنا، لا، تعالى بقى اشتغل معاك. يعني انت طول الوقت الناس اللي انا فاكر في يناير يقول لك وفلان كان طب وانت كنت فين في الثلاثين سنة؟ انت كنت فين؟ احنا كنا فين؟ السؤال احنا فين؟ احنا ليه ما بنتكلمش؟ هتقول لي ما هو لا، في فارق بين ان ابتغي الاصلاح من داخل القانون والدولة وان ابتغي او ارفع شعارات تبدو اصلاحية من اجل هدم الدولة وهدم النظام. دول مشروعين مختلفين. ولازم تختار واحد. بالظبط كده. زي ما كنت تقول في المقالات ما ينفعش بقى كل الفانيلات تحت بعضها. هو فانيلا. بالظبط كده. فانا حينما اذكر انه مثلا مش عاجبني الشكل الفلاني في بطاقات التموين او مش عاجبني الشكل الفلاني في قرارات العملة او الشكل الفلاني في اسعار السلع، مدام انا عارف انا بتكلم في ايه، دارس انا بتكلم في ايه، احاول ان اسهم بالرأي بالمشورة بوجهة نظر باقتراح ابداعي بجهد بمساهمة، اولا لا خير فينا ان لم نقولها ولا خير في الحاكم ان لم يسمعها منا. دي فكرة الشورى. يعني احنا لازم نكون برو اكتف، لازم نكون ايجابيين في هذا الموضوع. لحظة بس اكمل. لكن الكارثة تيجي فين؟ كل شيء يعمله اقول له ده غلط. يبني مشروع اقول لك لا ده وهم، ده بنين موديل واحد، لا هم قناة السويس الجديدة تفريعة، قناة السويس دي ترعة. دي مش موضوع المليون ونص بتوع بايرسي، لا ده اكذوبة، ده هم 20,000 30,000 كده. انا دخلت في العدمية، في العبث، في الهستيريا، في الجنون، في تدمير النفس، في الانتحار الجماعي. وحاشا لله ان احنا نكون امة قررت ان تنتحر جماعيا وان تدمر نفسها بنفسها. لازم يكون عندنا تفكير منطقي، عقلاني، موضوعي، علمي، ايجابي، يسعى للتغيير. ايوه انا معترض على القرار الفلاني، مش عيب. بس هل انا بعترض علشان اريد هدم الدولة وهدم النظام، ولا بعترض لان عندي وجهة نظر مخالفة يمكن ان هي تصحح او تصلح او تضيف؟ واحنا بنتناقش مع بعض ليه يا دكتور؟ انا عايز بس اطرح السؤال ده على الشعب المصري العظيم. نفكر في المستقبل بدل ما نتفاجئ. لا 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 بالمصادر. الحوار انت الف وب. ممكن انت عندك الرأي الف وانا عندي الرأي ب. ممكن انا ب اقتنع برأيك الف او انت تقتنع برأيي. في بقى احتمال اعظم ان احنا الف وبه بحوارنا مع بعض نوصل للاحتمال العظيم وهو الرأي جيم. ان فكرتك وفكرتي لما نحطهم مع بعض وما خاب من استشار. صح. يعني في النهاية تعالى قول انت فكرة وانا اقول فكرة والفكرتين دول مع بعض ممكن ان هو ينتج عنهما فكرة اعمق من الالف وبه، من الالف وبه، ودي لوحدها ودي لوحدها، لان انا ممكن يكون تفكيري قاصر او عفوا تفكير حضرتك قاصر. كأنه حضرتك بتقول ان حضرتك ما بتطرحش اجابة محددة على سؤالي، وانا بتقول تعالوا نفكر هذا الرجل بيحاول انه يبني البلد، ومن ضمن البلد بين المؤسسات في نقطة بقى كلنا ما ناقشناهاش. وهو الرئيس المواطن الانسان عبد الفتاح السيسي
لما يكمل مدته التانية هل عايز يكمل ولا لا؟ يا جماعة هو احنا اشترينا الراجل يعني في النهاية كأننا أممناه، تعالى كده يمين تعالى كده شمال، لا اخليك، لا ما انزل، لا ما تنزلش، لا عايزينك بقى معانا. مش جايز هذا الرجل بشكل شخصي له مشروعات لنفسه لأسرته، بيفكر يعمل حاجة، بيفكر يتقاعد، عملت اللي عليا خلاص، مش عايز يكمل، شاف ان هو ادى كده يعني يعني يعني. كمان احنا بنعمل ايه؟ نفترض الشيء ونبني عليه احتمالات ونبتدي نحاسب الناس عليه، واي ما تيجي تتكلم على تعديل دستور، طب على فكرة هو مش ممكن انك تعدل الدستور وتفضل مدد الرئاسة زي ما هي؟ نظريا ممكن ولا لا؟ طب ليه لا. كل ما نقول تعديل الدستور لك عايزين يفكوا مدة الرئاسة دول ايش عرفك انت ايش عرفك انت ايش عرفك التعديل الدستوري؟ وبعدين هو لما هيجي يتقدم تعديل دستوري هيتقدم منين؟ البرلمان. والبرلمان ده مين اللي اختار نوابه؟ الشعب. طيب اذا كانوا دول متامرين موالسين بيشتغلوا تبع السلطه، عفوا يعني مع احترامي ليهم، انا بس بحاول هيفهموا انا قصدي ايه يعني. ما تنتخبهمش اخر المره الجاي، قول انتوا بعتوني وانا جبتكم على اساس دستور، والدستور ده انتوا خلفتوه. كانه حضرتك بتقول انه الثلاث احتمالات اللي كنت بتكلم عنها، يعني ليه احنا عايشين في ظل مؤامره كبيره ووصايا وخوف ورعب وتفكير وقصص ابسط من كده يا جماعه، قصص واضحه جدا. هذا الرئيس اذا كان بقاؤه مفيدا نقف معاه ويستمر باي طريقه، تعديل دستور، رئيس وزراء، مش عارف ايه. وهنا بقى حاجه لنقطه بالغه الاهميه. المجتمعات غيرت 100,000 مرة إلا في الحالة الأمريكية يعني، والحالة الأمريكية حصلت مع روزفلت. فرانكلين روزفلت. انتخب أربع مرات. انتخب أربع مرات بالمخالفة للدستور، لكن بتصويت من الشعب وبموافقة من، لأن الظرف التاريخي كان يستدعي ذلك. فأنت ممكن تيجي تشوف إن هناك زعامة تاريخية لفترة محددة لمرحلتين او كفايه عليه كده، زي ما تشوف انت قرر اللي انت، انا ما بفرضش عليك، شوف اللي انت عايز. وبعدين واحنا مش هنروح للاستفتاء على هذا الموضوع يعني، افرض ان جاء في ماده من مواد الدستور هل تؤيد انه مده الرئيس عبد الفتاح السيسي تزيد وناخد مده اضافيه كويس، وهذا الرئيس عفوا وهو يعني هيفهمني يعني اخفق في انه هو يحقق طلب الجماهير، هنقول لا، لان احنا دلوقتي ما عادتش الانتخابات بتتزور. لا ما خلاص مش كده. طيب افرض بقى انه المدد وهو وافق وعملنا استفتاء وتعدل وخد الاغلبية برضا الناس، ده توافق رضائي بين مجموع الاغلبية القانونية التي حددها الدستور للموافقة على مثل هذا الامر، خلاص يا سيدي. اذا الفيصل هو انجاز الرجل لمشروعه ورضا الناس عن بقائه في السلطه. بالظبط كده. لا وفي النقطه الثالثه دايما اوعى 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 تنساها دايما، وعمال احذر منها بقالي اسبوع وهي هل الرجل يريد او لا يريد يا جماعه. صح. يعني كانوا بيتعاملوا معاه برضو في موضوع ترشيحه للرئاسه انه مفترض انه 100%، بس انا ادعي انه يعني كنت اعلم انه القرار كان صعب جدا عليه. هذا الرجل ليس من طلاب السلطه. ما حدش طبعا صعب، انت عارف بالذات في الاخوان في البيت يا راجل مش عارف ايه ده كده، دايما هناك ليس متكالبا على شيء، ليس متكالبا على شيء. هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هكمل نقاشي مع الاستاذ عماد الدين اديب، وهحط كده يعني عنوان كبير اسمه هو لما تكون البلد في حاله حرب زي اللي احنا فيها، بالذات الاستاذ عماد اشار لحروب الجيل الرابع وفكره التشكيك، عنوان لو عايز تقول حروب الجيل تسوي التشكيك، ان المسلم يشك في المسيحي والغني يشك في الفقير والشاب يشك في الكبير والمواطنين يشكوا في الدوله، يعني انت تحس في انت ماشي كل واحد عمال يبص حواليه مين هيديله ولا هيديله مش شايف، فكره التشكيك ده هي هل خط برضو علينا في انه الناس يبقى هو في خالص من خلال الاعلام، هل احنا قاسيين شويه على الام بتاعنا ولا الامور اتحسنت كان وحش وبقى احسن؟ سؤال كبير اساله الاستاذ عماد الدين اديب بعد الفاصل.
سؤال الأستاذ عماد، هل الإعلام المصري قام بدوره في أنه يكون شريك للدولة، بعتبره جزء منها يعني، في مواجهة الأكاذيب والتشكيك ومحاولات الآخرين أن هم يعيشون في حالة احتراب داخلي؟ أنا ضد نظرية أنه يبقى يعني إيه أنتوا كتائب مواجهة البتاع، لأن هم برضو في السوشيال ميديا في كتائب إلكترونية لمواجهة النظام. لا أنا أؤمن، كنت وما زلت حتى آخر لحظة في حياتي أؤمن بالحوار، والحوار له شروط، وأهم شروط الحوار هو أن يكون عاقلا، أن يكون مهذبا، أن يكون ملتزما بقواعد القانون، أن يكون علميا، أن يكون منطقيا. اختلف معي كما شئت، ولكن لا تسبني، لا تتقول علي، لا تفتري في كذبا، لا تقول ما ليس فيه. ونفس الشيء حقك علي ان انا اختلف معاك، لكن حقك تاخده. قمة الموضوعية فين يا دكتور؟ نعم. قمة الموضوعية انه هحكي لك قصة يعني، بس مش هقول لك مين الطرف فيها لانه شخص معروف، كان زميلنا في الجامعة. هو كان ناصريا، كويس؟ كان وقتها رحمة الله عليه الأستاذ موسى صبري يمثل طيار اليمين اللي هو معارض تماما، يعني كان أخبار ضد الأهرام. كان الأهرام الأستاذ هيكل رحمة الله عليهم بقى الاثنين. فأنا عملت حركة شريرة. في مقال كتبه الأستاذ موسى صبري في جريدة الأخبار اللي هو اليمين، اللي هو أنتي هيكل، المضاد لهيكل تماما ومضاد للناصريين. حطيت المقال جوه جريدة الأهرام. وفتحت جريدة الأهرام. وصديقنا ده قاعد كده ايه على كرسي في الكافيتيريا في الجامعة، واحنا في الجامعة كان وقتها 72 وقت مظاهرات الطلبة عشان المطالبة بالحرب وكده وبتاع. قاعد بياكل سندوتش، انا فاكر سندوتش جبنة رومي. وبعدين قعدت اقرا له بصوت عالي له شوف بقى الأستاذ هيكل قايل ايه. فقرا له مقطع مقطع اللي ده مقال موسى صبري، بس كانه استاذ هيكل، كانه استاذ هيكل بالظبط. يعني زي مثلا ايه اكون بقرا مقال كاتبه مرشد جماعه الاخوان ومنسوب لحد محسوب على النظام الحالي. كويس. واحد يعني بيكره الاخوان مثلا، ثروه الخرباوي مثلا، كويس. فعمال اقرا المقال، فهو مثلا ايه يا سلام الله شايف الاستاذ، امال هم سموه استاذ هيكل ليه؟ خلصت المقال، شوف بقى الصبر بتاع، قعدت قريته في حاجة وعشرين دقيقة، مقال طويل صفحة. بعد ما خلصت له ايه رأيك فيه؟ قال لي هو ده الأستاذ عظيم رائع. رحت ماسك الجورنان، بص لا اخبطه في وشه على طول، قلت له بص اهو ده موسى صبري. هنا الشخص والموضوع. قمة الموضوعية اني استطيع ان اختلف مع انصاري علنا، وان اؤيد اعدائي وخصومي علنا. يعني انه نتنياهو قال هو عدوي، لا لا بس قالت لا حاجه صح. انا هاجي لك عند جماعه الاخوان. جماعه الاخوان قالت وجهه نظر صح، نقد في اي موضوع، مش شرط ان كل يعني مش كل شيء لا خلاص. والله يا جماعه انا خصم لجماعه الاخوان. لا اقبل كذا ضد كذا ضد كذا، لكن الراي اللي قالوه في النقطه دي صح. صح. طيب نفس الحكايه جماعه الاخوان. كويس. القرار الخاص اللي هو بتاع فيروس سي اللي هو عالج الناس اللي بتاع، قرار محمود صح، بس هم ما عملوش كده. قتل المدنيين في كذا في كذا ندينه. لكن احنا عندنا حاله ثأريه بين الف وب، بين الاحمر والابيض، بين ده وبين ده، بين الفريق ده والفريق ده. نتقاتل، كل منا يريد الاجهاز على الاخر. والسوشيال ميديا فيها الكلام ده. السوشيال ميديا بقى شغاله بقى ولا بس السوشيال ميديا بقى المأساة فيها انها حاله من السباب بالام والاب والكلام لا اعتقد، لا اعتقد ان هذا الجنون في السوشيال ميديا ممكن يوصل لنتيجه. يعني استفحال حاله الردح الاباحي تحت ستار السياسه بين اطراف كائنا من كانت، كائنا من كانت. انا ضد اي طرف يشتم اي طرف بالشكل اللي هو موجود، ضد، انا ضد النظريه دي. انا تاني مع فكره الحوار. يا سيدي انا قلت رايي،
وبقوله لك بشجاعه وبقوله لك علني، ارجوك رد على رايي، ما تشتمنيش بصرف النظر. انت بقى عمال تقول لي اصل اهلك وخالتك وعمتك واخوك واختك وانت واصلك طب يا سيدي انا اسوأ انسان في الدنيا، انا المسؤول عن ثقب الاوزون، انا اسوأ اختراع في البشريه. كويس، بس ارجوك رد على النقطه اللي انا بقولها لك، لو سمحت رد على النقطه الموضوعيه اللي انا قلتها. الموضوع جاي من الموضوع، ناقش الموضوع، ناقش الموضوع، مالكش دعوه بالشخص، ارجوك ناقش الموضوع. هذا الخلل هو الخلل الجوهري في العقل السياسي المصري، وطول ما احنا لن نتخلص منه سنظل نراوح مكاننا. انا بأشفق على الناس اللي بيقعدوا بالساعات يشتموا في بعض على السوشيال ميديا. يعني نوع من اهدار، احنا بندمر نفسنا. احنا اهم 10,000 شخصية في مصر سبت وشتمت وحصلها اغتيال معنوي من اول التاريخ لحد النهاردة، فبالتالي اصبحنا في مجتمع بلا نجوم، بلا قيم، بلا ابطال، لانه كل واحد بلا رموز، لانه كل واحد خاين، حرامي، شاذ، غبي، فاسد، باع البلد، مدمر، قاتل. يبقى الاجيال الجديد لما تطلع تلاقينا كده يقول لك البلد بايظه، انا مش عايز اعيش هنا، والضيعه الوطنيه. وده سبب الاقبال على الطوابير اللي موجوده للهجره، وده سبب المراكب اللي بتطلع محمله بناس. اصبر بس، بتدفع 50,000 جنيه عشان يطلع على مركب ممكن يموت فيها عشان يغادر البلد. طب استاذ عماد، هناك من يقول يا اخواننا في فرق بين حريه الراي وحريه الهزي. انتوا في حالة هزي لا يتوقف، هل مطلوب من الدولة ان تقوم بوظيفتها التربوية بانها تضع قيود على هذا الكلام، ان في لائحة الفاظ لا تقال، لا تستخدم، والا تضع تحت طائلة القانون؟ احنا كلنا يجب ان نكون تحت سلطة، كلنا تحت سلطة القانون. فاذا تجاوزت حتى على السوشيال ميديا، انا بعتقد انه ده حصل في يعني انا عشان انت عارف انا يعني عندي شركات متخصصة في هذا الموضوع، فأنا متابع دقيق للقوانين اللي بتصدر في العالم. حول دول كثيرة جدا الآن اللي هي عواصم الديمقراطية في العالم تحاول قانونيا وتقنيا، ان يبقى في سوفت وير حتى يمنع الكلام ده، كلمة معينة ما تنزلش، لكن قانونيا ان يحاسب الانسان الذي يقوم بالدس او الكذب او كذب. يعني انا بأطالب السادة المشاهدين وهم شايفيني دلوقتي، لو واحد جه قال لك عماد سب شخصية دينية، عماد عمل كذا، فلان قال كذا، لو سمحت قبل بس ما تبتدي تكتب وتنفعل، لو سمحت. احنا عندنا ميزة عظيمة جدا يمكن في الستينات ما كانتش موجودة، الحمد لله نحن نعيش عصر الصوت والصورة على الديجيتال ميديا. يعني تخش تشوف دور لو سمحت خش شوف الحديث كله، وملكش دعوه بالعنوان اللي كاتبه. يعني يقول لك ايه اسمه ايه ده، معتز عبد الفتاح يا صب مش عارف ايه، فضيحه معتز عبد الفتاح في موضوع المش عارف. بعدين تخش جوه الموضوع ما تلاقيهوش المحتوى، او مفيش او يقوم بمونتاج متعمد، ياخذ ما قبل الجمله وما بعد الجمله واجزاء منها، فبالتالي اديك اهو شايف عماد بيشتم اهو، اديك شايف الراجل ده كذاب، اديك شايف الراجل ده بيرتكب جريمه يعاقب عليها القانون. فبترجاك شوف الماده، معلش ارهق نفسك، ما دام عايز تاخد موقف تحمل تبعات الموقف. فلما تيجي يقولك الرئيس السيسي اسمه ايه ده يهين الشعب، بيكتبوا كده كتائب الاخوان، يهين الشعب ازاي بيهين؟ طيب ندور بقى، ندور نشوف فين الاهانة، الراجل هو كان قال ايه؟ اذا كان اهان يبقى ناخد موقف منه، لكن ما اهانش يبقى حرام. هنا بقى اعود بقى للناس اللي هم بيركعوها 5 مرات في اليوم، يقولك الصلاة، مش بيقولك الصلاة، لا الصلاة. كويس؟ طيب سؤال رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام انه هل يزني المؤمن؟ فقال لك ممكن يسرق، يقتل، يكذب، قال بلى. يعني انت ممكن تعمل كل الموبقات اللي في الدنيا، انه يعني ممكن يجوز، ممكن تبقى بخيل، ممكن تبقى جبان، ممكن تبقى كذا كذا، ممكن تقتل، ممكن تزني، لكن
وطبعا دي عليها عقاب عند ربنا يعني عشان كمان ما حدش يقولني ما لم اقوله يعني. حمادي دي حلل الزنا حلل الزنا ويفتي ده كويس لا ان هو لكن يكذب ان يعني ان انت تفتري على الناس ده من الكبائر من الكبائر يا جماعه. على فكره انت لو عايز تنقدني انا في الحوار ده اتصل بيا وانا اقول لك ازاي تقطعني. شوف بقى لدرجة ايه مستعد اقدم السيرفيس دي يعني اين الخلل في كلامي. انا مستعد اتطوع اقول بس من غير ما تشتمني. لا مش هيعرف هو شغلته يشتم هو سلاحه انه يشتم ده يبقى كيف بقى ومزاج ده مزاج بقى. الاعلام بقى غير السوشيال ميديا الاعلام التقليدي بتاعنا اللي هو المحطات الفضائية والراديو والجرايد هل قامت بدورها؟ انا عايز اقول لك اما هو انت اصلا ضد فكرة الدور اللي هو يعني ايه بتاع كتائب الاعلام اللي هي فكرة تعالوا لا اعظم شيء يفعله الاعلامي ان يكون حرفيا موضوعيا. انا من المدرسة دي انا ضد اي نوع من التحريض يعني اللي هي نظرية ست بتسلم عليك وبتقول لك بسك على فلان دي يعني ما 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 يعني ما يعني ما لا ما ما لا مش شغلتي ما فهمهاش سواء بالسب او بالكذب. لا يا جماعه مش دي المهنه. المهنه مش كده. المهنه ان تقول رايك بشجاعه تختلف مع الناس. انا مختلف مع جماعه الاخوان المسلمين لكن ولا بسب ولا بشتم ولا تقول عليهم ده رايي ولا تقول عليهم في التقول وفلان قال وعلى شفت لا وارجو اللي من يختلف معي لو سمحت ناقش رايي لكن ارجوك يعني عار عليك وعيب عليك انك تشتم لان في النهايه مش هتكسب حاجه وانت اللي هتخسر. طب دلوقتي نزلت الناس الانتخابات باعداد كبير محاولات لتشكيك المصريين في بعضهم في بعض ده اللي بيحصل في سيناء مش عارف ايه وتسلا روايات ملهاش اي علاقه بالواقع ومع ذلك الاعلام المصري لحد بعيد اقول 70% 80% نجح في انه ينقل للناس الصوره الحقيقيه او الصوره الوطنيه حسب كل بقى معانيها يعني. هل اقدر اقول الاعلام النهارده بقى دوره افضل؟ هل النهارده خلطة المهنية مع الوطنية وانا شايف ان هما الاثنين مع بعض يعني ادت بينا لان ننجو من بعض المخاطر اللي كان ممكن ان احنا نقع فيها لو كان اعلام وطنية؟ انت هتفضل تسألني السؤال وهفضل ارجع لك نفس السؤال. اعظم 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 وطنية ان تكون حرفيا. اعظم وطنية ان تكون, أن تكون حرفيا. طيب انك خلص. تخدم الصورة. افرض انا رحت لجنة ولقيت فيها تزوير عفوا هو ما حصلش لازم اقول ابقى خاين للامانه. وافرض رحت اللجان وما لقيتش فيها تزوير يعني جريمه ان تخفي الجريمه وجريمه ان تصم شيء جيد بينه جريمه الاثنين واحد يا جماعه يا جماعه مهنة الإعلام ليست مهنة التحريض إنها مهنة الضمير. أنت عين الناس أنت لسان المجتمع أنت صوت من لا صوت له أنت جسر بين الحاكم والمحكوم أنت جسر بين الآراء المختلفة أنت وسيلة للتنوير أنت وسيلة للسلم الاجتماعي أنت وسيلة لنزع التطرف والعنف من داخل المجتمع أنت وسيلة بناء وليست وسيلة هدم. تمام ده فهمي يمكن ده يبدو رومانسي بس ده فهمي. هطلع فاصل بعد إذن حضرتك والسؤال اللي جاي هيكون ما هي أهم الملفات التي ستكون على مائدة الرئيس في الفترة القادمة؟ هناك ما هو قائم وهل هناك من مستجدات؟ فاصل ونرجع نكمل نقاشنا مع الأستاذ حماد الدين أدب. عنوان تغطيتنا الشعب يقرر، أما وقد قرر الشعب فالسؤال بيكون كيف سينتقل قرار الشعب إلى مجموعة من الملفات على مائدة أو في مكتب الرئيس وإيه هي أولوياته؟ هناك أولويات مستمرة معنا من المرحلة السابقة وهل هناك أولويات جديدة ينبغي أنها تطرح؟ أستاذ عماد
هتستحمل الإجابة؟ ربنا يستر. بتهيألي خلاص مشيت من شوية. أعتقد في مدرستين من التفكير في صناعة القرار في البلد. في حسب توقعي، أنا ما عنديش معلومات على فكرة، اللي بقوله لك ده يعني النقطة دي اللي أنا بقولها ده تكهن يحتمل الصواب أو الخطأ، أنا وحدي عشان أنجيك من المشكلة اللي جاية أنا أتحمل مسؤوليته. إنه حينما تكون النتيجة تقريبا 25 مليون في مدرستين من التفكير، مدرسة ستفسر ذلك إنه لقد ثبت إنه هذا الشعب مع الرئيس بصرف النظر عن أي شيء، فبالتالي نستطيع أن نستكمل كل ما بدأناه، وأنه هذا الشعب يستطيع أن يتحمل أي شيء وكل شيء. مدرسة تانية أنه لقد قام الشعب بمعجزة من تأييد الرئيس، لكن يجب أن نكون في أشد الحرص اجتماعيا ونحن نتعامل في المرحلة المقبلة، لأنه هذا الشعب ممكن يشعر بأنه طب أنا وقفت معاك وأنا متعور، تعورني كمان بعد كده في إجراءات. المدرستين دول هم اللي يعني تخيلي، وبرضو بقول لك دي مش معلومات، ده تتصوري انه هيكون في حد بيقول الرأي ده وحد بيقول الرأي ده. هذا في رأيي هو اخطر سؤال واخطر قرار. ايه هو السؤال؟ وده انا كتبته في مقال، يعني النتيجة مطمئنة، لكن ماذا سنفعل بها؟ How we are interpreting it. Great resolution. لكن what are you doing with it. قرار عظيم. لكن كيف ستفسره؟ كيف ستستخدمه؟ كيف زي ما بيقول الشوام ستجيره سياسيا في المصلحة اللي جاية؟ هتاخد القرار ده في سكة؟ بزخمه بتأييده بدعمه في أي سكة؟ هي دي البوصلة، وهو ده السؤال، وهذا هو السؤال الأخطر الذي سيحدد سلامة أو عدم سلامة المسيرة اللي جاية. فمن هنا، ودي ثقتي بقى في براعة ويعني و و و وروحانية الرئيس في إنه إزاي يستقرئ الشرعية اللي جت وتجديد الشرعية والتفويض الثاني الذي يعطى من الشعب له، بأنه كيف يستخدمه بشكل في حنان ورحمة على الناس لمصلحتهم. لأن أنا رأيي أن الناس صعب جدا جدا جدا، شوف ثلاثة جدا، وأحذر وأحذر وأحذر، تتحمل تبعات كتير جاية من الفاتورة الاجتماعية. كأنه حضرتك بتقول الناس فاهمة ومستوعبة. هو زي ما الرئيس كده قال في واحد من الحوارات، قال لك احنا من 62 بنحارب، بعتنا وغطاء الذهبي ضاع، واقتصاديا يعني حصل فينا اللي حصل، بس حضرتك بتقول انه فترة الثمان سنين دول همت احنا بندي المجتمع جرعة عالية جدا مركزة جدا من الدواء. انا بعالج المريض، بس خوفي انه في لحظة جسم المريض ما يتحملوش، فعشان كده البراعة. تاني بقولك برجع اقولك نفس السطر اللي قلت، الكفاءة في ادارة فاتورة الاصلاح، كيف تدير الموضوع، ما هو حجم الجرعات. وتاني في ناس ضد فكرة الاصلاح كلها، لا انا مع الاصلاح كما هو، هاتلي الورقتين امضيلك عليهم بتوع الاصلاح، لكن اعملها ازاي؟ انا اناقش الكيفية، الجرعة، قدرة الناس على التحمل، قدرة الناس على دفع الفاتورة الاجتماعية. هل احنا في وضع بحكم الضيق الزمني الاربع سنين والاربع سنين هتقول لك ما انا مضطر، ما انا عندي اربع سنين وبعدها، فبالتالي بقى القيد الزمني بيخلينا نكثف ما كان ينبغي الا يكثف بكلام على الدواء؟ ما هو انا
في ترتيب الأولويات إيه الأولوية؟ إصلاح سلامة الناس، سلامة المجتمع. مش طلع البيان بتاع القوات المسلحة إنه هذا الشعب يحتاج إلى من يحنو عليه؟ أيوة. طيب ربنا جاب رئيس يحنو عليه. ناخد بالنا بقى إن محدش يجي ينصح يقول لا هيستحمله. مش هيستحمله. مش هيستحمله بالجرعات التي وصفها صندوق النقد بهذا الشكل. هنا بقى على رأي صلاح السعدني قوم ايه؟ ايه قوم ايه؟ ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة. قوم ايه؟ في هذه الحالة انا عندي حاجة واضحة جدا. انا اخوض حربا ضد الارهاب في سيناء تكلفني يوميا غير الارواح وغير كذا نفقات عظمى وكبرى. انا اجي دلوقتي لدول المجتمع الدولي، الدول المؤثرة في صندوق النقد، لإدارة الصندوق، لأمين الصندوق، يا جماعة انا الان اخوض حربا انتوا شايفينها باخدها بدلا عن العالم. انا مش انا طبقت الشريحة الاولى، طبحت الشريحة التانية، ومش مختلف ان انا طبق الشريحة التالتة. ايوه. بس انا بقول لكم انه انا يجب مراعاة ظروفي، وبدل من ان انا اعمل نفس كمية الاجراءات دي في الفترة دي فكرة الدفعة الواحدة يمكن جسم المريض ما يستحملهاش. صح. فخلينا نشوف نعملها ازاي، يعني تقسيم الشريحة التالتة على شرائح. هيقولك ما تخلينا نخلص بقى منها بقى على طول. انا تقديري يمكن انا غلطان، في ناس يروا ان هم يعني مش هيستحملوا، في ناس رأيهم انهم هيستحملوا، انا رأيي ان الناس هتتعب. فحضرتك كأنه حضرتك بتقول نحن امام ظروف استثنائية فيما يتعلق بتكاليف الحرب. وعلى فكرة الاستحقاق ده في يونيو، واحنا في شهر ابريل، خلاص داخلين ابريل بكرة الصبح. فاحنا انت بتكلمني ابريل مايو يونيو، بتكلمني في 90 يوم. هذه هي الاولوية الاولى التي يجب ان تكون موجودة. ولا عشان كده بسألك كيف ستفسر نتيجة الاستفتاء من ناحية هذا الموضوع؟ هل تفسره ان الناس هتستحمل اي شيء وكل شيء لانها تعطي دائما تفويضا شعبيا للرئيس، فاستغل ذلك وخليهم يدفعوا الفاتورة كلها بجرعة كاملة في نفس الوقت، ام فكر بشكل تاني بشكل ابداعي؟ ما بقولش تملص من الشريحة، ما بقولش ما تعملهاش، بس بقول شوف ازاي تعملها باقل خسائر ممكنة اجتماعيا عند الناس، لان الناس مش مستحملة. الناس قدرتها مش زي بعض الناس، افعل بهم ما شئت فهم رجالك. لا. ما يعني في بعض الناس كده تقدر تتحمل، يعني تتحمل، بس في نظرية في الاخر هناك ليميت، هناك حد وسقف وحدود لتحمل الناس. وانا بقول ده من حرصي على البلد وحرصي على الناس وحرصي على الرئيس. كأنه حضرتك بتقول انه من النهاردة لغاية يونيو اللي جاي على الاقل، المسألة ابعد من كده، لازم يكون في مخرج علشان ما تكونش الفاتورة اعلى من قدرة المجتمع على تحملها. نتفاوض مع الدول الكبرى وعندنا سبب قوي جدا، احنا بنحارب بالنيابه عنكم كلكم حرب لو انتصر فيها الارهابيون مش مصر اللي هتضيع، ده المنطقه كلها. في عندنا دول الخليج ربما، في عندنا بالمقابل حزمه من الاجراءات الاجتماعيه الذكيه التي يجب ان تكون معده بالتوازي مع، يعني انت زي ما بتدي الكيمو بتدي جمعاه فيتامينات وبتدي معاه مقويات علشان يتعادل الجسد، الجسد يقدر يتوازن يستوعب مع ده. طيب دي مسألة مهمة حضرتك، يعني بس انا استوقفتني جملة حضرتك قلتها، ادارة الفاتورة كالكفاءة في فاتورة الاصلاح. فحضرتك قلت الاصلاح ده خلاص مفروغ منه، احنا قضيتنا ندير ازاي هذه التكاليف ونوزعها ازاي على المجتمع. حضرتك شايف انه مواردنا الاقتصادية دلوقتي مش كفاية، لازم يكون عندنا موارد اخرى علشان تدي الفيتامينات دهيت اللي تقلل من تأثير التكلفة، صح؟ هي
مش أزمة موارد بقدر ما هي أزمة إدارة الموارد. كيف ستتعامل مع هذا الملف؟ السؤال الأساسي إلى أي مدى أنت معتقد أو تعتقد أن الناس من الممكن أن تتحمل اجتماعيا دفع فاتورة معينة؟ أنت عندك أرقام، أنت عايز توصل للأرقام دي عشان تتعادل مع كذا مع كذا. هناك فارق ما بين الرؤية النقدية أنك أنت بتزبط دفاتر، بتزبط أوراق، هناخد من هنا نحط هنا، نشيل من البند نشيل من البند ده نحط في البند ده، لكن في بني أدمين، في لحم ودم، في أسر، في عائلات، في طبقات، لازم في شرائح، هتتعامل معها إزاي؟ أستاذ عماد أنا سعدت، متهيألي ان الساده المشاهدين يعني فتحنا متهيألي اصعب الاسئله اللي ممكن تتسال في ظروفنا، وكالعاده يعني اخذت من حضرتك او يعني ما خدتش كل اللي انا عايزه، بس يعني اخذت ما يكفيني انه فتحت لي كده طرق اقدر افكر فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا. العفو، انا تحت، وارجو ان حضرتك ما يعني ايه ما تطولش، ما تعوقش علينا، يعني نكرر الزيارات دي باذن الله. انا تحت امرك وتحت امر الجمهور في اي وقت. ربنا يخليك. شكرا استاذ احمد، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، دي كانت تغطيتنا النهارده، وانا اتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجه مختلفه. انا متاكد ان اكيد مختلفه بحكم ان استاذ احمد كان معانا، انما هناك عدو كبير بيواجهنا الا وهو فقر الفكر. مش عندك افكار، تلاقي نفسك محتاس، اللي كان الاستاذ عماد بيقول عنه فكرة الف وفكرة ب، ونناقش مع بعض وتطلع فكرة جيم. الناس بتوع المنطق والفلسفه بيسموها الديالكتيك، الجدل، ان يبقى فيه نقاش في المجتمع، وجهه نظر وجهه نظر، انما البلد كلها قايمه بوجهه نظر واحده او اتنين بالكتير، وخوف من اي فكره ثالثه، لا، ده ما بيبنيش مجتمع، بالذات ان احنا اقوياء جدا، البلد دي قويه جدا، فيها علماء وفيها مفكرين وفيها مثقفين وفيها شعب ذكي بالفطره، ربما بالتاريخ، بنقول التراكم الحضاري اللي جواه، فما نظنش على انفسنا بان احنا نفكر مع بعض. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر طبعا عميد الاعلاميين العرب الاستاذ عماد الدين اديب. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. نشوفكم على خير ان شاء الله.